من وحي رمضان مع الشيخ منير الرباعي. من وحي رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالبر والتقوى، وأوصانا خيرا بالفقراء والمساكين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الأكارم، متابعي إذاعة كنوز أفام، بتحية الإسلام نحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى وهو ولي ذلك والقادر عليه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والطاعات والمبرات والأعمال الصالحات. نحن في ختام الشهر الكريم والعبرة بالخواتيم، ونسأل الله تعالى أن يختمه لنا بالطاعة وبالخير وبالمبرات وبالأعمال الصالحات. ثم إنه أحبتي في الله، أيها المستمعون الأكارم، من العبادات اللي ربي سبحانه وتعالى أوجبها علينا في هذا الشهر الكريم، شهر الطاعة وشهر الجود والإنفاق في سبيل الله. ربي سبحانه وتعالى أوجب علينا في آخر هذا الشهر زكاة الفطر. شنية زكاة الفطر؟ ربي سبحانه وتعالى أوجب علينا مبلغا أو قيمة من غذاء من عامة قوت أهل البلد تعطى للفقراء والمساكين. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ورب قال لنا في محكم البيان: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا هذه الزكاة، وهي كما قلناها هي عبادة من العبادات التي يجب أن نتقرب بها إلى الله في هذا الشهر الكريم. علاش شنية الزكاة هذه؟ أولا كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم، أي أولا طهرة للصائم من كل مظاهر اللغو، الكلام الخارج عن النطاق، صغائر الأمور أو قد ما يعتري الصوم من نقص، فهي تجبر ذلك النقص. ثم أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طعمة للمساكين، إذن فهي تطهير للنفس من أدران الشح. وربي قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بالتالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب يكون صيامك أيها المؤمن أيتها المؤمنة صيام كامل ومقبول، ورب إن شاء الله يتقبله منا. وهي كذلك مواساة للفقراء والمساكين، وهي كذلك إظهار لشكر، إظهار شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. معنى الإنسان وقت يؤدي الزكاة الفطر متاعه فهي عبارة من عبارات الشكر على أنه رب سبحانه وتعالى بلغ رمضان وأعانوا على الصيام بلغوا العيد إن شاء الله. وقتش نخرجوها زكاة الفطر وعلى من تجب؟ خلينا نبدأ ونقولوا تجب زكاة الفطر كما قال لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن خلينا نقول وأن الزكاة هذه زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. يشكون المسؤول على إخراج الزكاة؟ رب الأسرة، الأب كان هو رب الأسرة، وإذا كان الأم هي المتكلفة بالأسرة فإنه رب الأسرة هو اللي يخرج هذه الزكاة، يخرجها عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن أبويه الفقيرين اللي هما في كفالته. وكذلك إذا كان مثلا عنده معينة منزلية مقيمة معاه في البيت متاعه وهو اللي ينفق عليها خلال شهر رمضان، كذلك يخرج عليها هذه الزكاة اللي هي
زكاة الفطر. قديش المقدار متاعها هالزكاة هذه؟ هي مقدارها هو صاع نبوي. الصاع النبوي هو 4 أمداد باليدين، ليست بمقبوضتين ولا منبسطتين، صاع نبوي. أي الصاع هذية من شنو نعطيها؟ صاع نبوي من عامة قوت أهل البلد، قمح، شعير، تمر، سميد، أرز إلى غير ذلك. لا، لكن هنا الشارع الحنيف والفقهاء فهمت البعض منه ارتأى وأنه يمكن إخراج قيمة هذه الزكاة نقدا. ونحن نعرف أنه ديوان الإفتاء في تونس في كل رمضان يعطينا القيمة النقدية لزكاة الفطر. وبالنسبة لهذه السنة حددها سماحة مفتي الديار التونسية بمبلغ دينارين، خرجهم كل واحد على نفسه وعلى من يعول. وقتاش نخرجوهم هالدينارين هذوما؟ هما يستحبوا أنه تخرج قبل صلاة العيد، لكن من باب التوسعة أجاز العلماء وأنه نخرجوهم قبل يوم أو يومين من يوم عيد الفطر المبارك. فبالتالي وأنه الإنسان ينجم من اليوم يخرج الزكاة هذه ويعطيها للفقراء والمساكين، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال. وحتى الفقير يلقى مورد باش يقتات فيها العيد وباش يلبي حاجياته. طبعا احنا لهنا نقولوا بعض الناس تقول لك يا اخي دينارين شوية شنو ما هذوما، هي هذاك الحد الفقهي. لكن انت اذا كان ربي سبحانه وتعالى وسع عليك وانت ميسور، خرج 5000 على كل فرد من افراد العائلة، خرج 10 دينارات اذا تقدر اكثر، فهي تجارة مع الله. وربي ان شاء الله يبارك لكم في رزقكم وفي كسبكم، وربي ان شاء الله يتقبل منكم. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، تقبل منا الطاعات والمبرات، تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، تقبل منا الصدقات، تقبل منا زكاة فطرنا، اجعل في أموالنا حق معلوم للسائل والمحروم، اجعلنا أحبة متحابين للخير باذلين وعن الشر مبتعدين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلي اللهم وسلم في البدء والختام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في حفظ الله دمتم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من وحي رمضان مع الشيخ منير الرباعي. من وحي رمضان.